السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو، وأهلا وسهلا بكم في الدرس 12 من طريقة عمل فيلم قصير بالأنيم ستوديو، وهو هذا هو الدرس الأخير. راح نشتغل إحنا الآن المونتاج راح نسوي بهالطريقة. هذا الرسم توضيحي، راح نبدأ بتايتل البداية، وبعدين المشهد الرئيسي والمشاهد الفرعية، وبعدين المشهد الرئيسي يرجع، وبعدين تايتل الختام. هو هذا مخطط اللي راح نشتغل عليه مونتاج. لحظة، يعني المشهد الرئيسي راح ياخذ. هسه احنا عملنا التايتل، عملناه ببرنامج الانمي ستوديو، يعني جبنا له صور. هي هذه الكتابة هي عبارة عن صور بي اس دي جبناها من الفوتوشوب وحركناها بالانمي، يعني تحريك العادي. الآن راح نفتح، هي هاي النتيجة النهائية، لاحظها، هي هاي النتيجة النهائية للتايتل، هي الشكل راح يصير. طبعا من نخليه بالبريمير، برنامج البريمير هو برنامج المونتاج راح نشتغله. الآن نرجع هن ذني الفيديوهات اللي اشتغلناها هنا، واكو فيديو آخر همينا موجود راح نجيبه بالإضافة إلى التايتل. التايتل يعني صار عندنا 5 فيديوهات قصيرة راح نستخدمها. نفتح برنامج لبريمير. بريمير أنا استخدمه سي سي 2017. نقول نيو بروجكت، نقول نيو بروجكت، ونشوف المكان اللي نخلي بالبريمير. المكان اللي راح نخلي به البريمير نحفظه، يعني نخليه بمكان ما نكتب هنا شيء، يعني لان هو هذا المكان نلغيه نمسحه. هسه حددنا المكان اللي البريمير راح يصير به. ننطي مشروعنا اسم، ننطي اسم اي اسم كان، وبعدين ما عليك بهاي الاعدادات، خليها كما هي الافتراضيه، وبعدين قل له اضغط على الاوكي. الآن برنامج البريمير راح يفتح. من يفتح برنامج البريمير راح نستدعي الفيديوهات جميعها الموجودة مع الأصوات اللي حصل اللي احنا اشتغلناها. لاحظ ان احنا فقط تعد النوافذ الموجودة داخل البريمير. هذه نافذة خليناها حرة حتى نشوف عملنا، لأن عندنا شاشة ثانية احنا، بس راح نجيبها هنا لأن العمل يريد له يعني دقة. الآن نجي البروجكت هنا، نضغط دبل كليك ينفتح لنا، أو نجي من فايل ونقول له امبورت. يعني هاي عندك طريقتين، إما من فايل أو دبل كليك على البروجكت راح يجن. ناخذ الفيديوهات اللي احنا نريدهن، هاي كل الفيديوهات اللي نريدهن. احنا طبعا ملف الصوت من الفنان طاهر العامري، وهي هدية من عنده لنا. الآهات اللي راح نشتغلها ايضا. لاحظ ان الملفات اجت. هسه نجيب ملف الصوت، هذا ملف الآهات او لا، نشوف ملف، نشوف وحدة منهن. طبعا تقدر تستمع لها قبل لا تنزلها بالبريمير. راح نختار هذا الملف، هو عبارة عن آهات بشرية، يعني أصوات بشرية راح نجيبها. لاحظ ان الملفات كلها كملت. الآن قبل كل شيء، اول شيء راح ننزل التايتل. راح ننزل التايتل، ينزل التايتل بالمكان. نزلنا التايتل هنا، لاحظ هذا التايتل كامل. واذا عندك اضافة اليه باستطاعتك ان تضيف للتايتل اي شيء، يعني هنا تقدر تضيف، يعني تقطع وتضيف. واعتقد راجعوا دروس البريمير الموجودة في المواقع الالكترونية، لان احنا ما راح نشرح البريمير، فقط نشرح شلون راح نرتب الفيديوهات مالتنا. هذا الرئيسي، الفيديو الرئيسي راح نثبته
نثبت الفيديو الرئيسي، والفيديوهات الثانية راح نخليها بالتتالي فوق الفيديو الرئيسي. الرئيسي نجيبه هو والصوت، لأن الصوت ماله تمام، يعني فقط بالبداية كان التسجيل معدل، بس الصوت راقي يعني جيد. احنا الآن راح نخلي المقاطع بالأمكنة اللي تستدعي أن تكون هناك مقاطع فيديوية، يعني لما يتحدث هذا الطفل، لما يتحدث لاحظ هاي الطريقة اللي نخليها، يعني نخلي حركة الفم، حركة هاي مو هي، ما عندنا لبسنج احنا بالموضوع، وإنما راح مباشرة الراوي راح يحكي ويسولف والفيديوهات تنزل عليها، يعني فيديو نخليه أمام فيديو، أنتم راح تشوفون النتيجة النهائية بفيديو منفصل احنا راح ننزله بعد ما نكمل هذا. بعد ما يكمل هذا راح ينزل الفيديو المنفصل اللي النتيجة النهائية اللي بيه. صديقنا يقول أنا محتاج في الدرس 11، احنا سوينا تسريع للحركة لأن التسجيل مالنا طول ساعة، فشلون الطريقة؟ احنا في الدرس العاشر والثامن أعتقد بطريقة التحريك، يعني بطريقة التحريك مو مسرعة، تقدرون ترجعوا له وتشوفون شلون نسوي الفريز بونز وشلون نسوي الحركة. يعني الحركة هي عليك، يعني الحركة أنت تشوف الحركة، وإن شاء الله راح نعطي درس مفصل بالحركة، راح نعطي درس مفصل بالحركة، يعني درس خلي يطول لساعة فقط بالحركة، يعني شلون تصير الحركة. احنا تعرفون هي دورتنا يعني كل درس 15 دقيقة، احنا فقط نريد نسوي هذا مشروع الفيديو اللي أرسلنا لنا صديقنا سامي. هسه لاحظ هذه الأصوات راح ننزل الآهات، احنا عليها الآهات راح ننزلها، وهي عبارة المونتاج عبارة عن كولاجات، يعني تيجي وتخلي تيجي وتخلي وتعدل الصوت تعدل. فأنتم حاولوا اللي ما يعرف درس البريمير يدخل على أي برنامج على أي قناة بيها درس خاص للمونتاج، شلون تسوي المونتاج، وهي تجي وترتبهن بالطريقة اللي جاي تشوفوها الآن صورة. يعني نقطع، لاحظ نقطع الحوار، الصوت مستمر طبعا، صوت المؤثرات الخلفية راح نخليها بتراك الوحدة حتى ننزل من قوتها، وناخذ احنا طريقة. يعني لاحظ لما اشتغلنا احنا بالانمي انطينا مجال بالبداية وبالنهاية، يعني اكو مجال حتى نقطعه برنامج البريمير، يعني مو مباشرة نجيب الحركة. لاحظ هسه شلون صارت الحركة مع صوت الراوي وصوت البنت وصوت الأم، وهذه كلها الأصوات كلها ماخذينها من الفيديو، من التراك الرئيسي، من التراك الرئيسي، يعني ما جبنا احنا الفيديو. انت تقدر تجيب الصوت اللي مسجله وتنزله، بس احنا ما دام اشتغلنا الصوت مع البريمير بالشخصية الرئيسية يعني الراوي، فما بيها شيء أن يجي الفيديو مع الصوت. لكن إذا عندك فيديو شخصيات تتكلم، واحدة تتكلم مع الثانية، لا تختلف هنا الطريقة، إذا شخصية تحكي ويا شخصية تختلف، لازم أكو طريقة ثانية إلها، يعني مو كل واحد إلى صوته، يعني كل شخصية إلها صوتها ونربطهم سوية بعدين. هسه المهم هي هذه طريقة عمل المونتاج لعملنا. هذه طبعا هذا المشهد الأول بعد المشهد الرئيسي، خلاص نرجع على المشهد الرئيسي. لاحظ احنا أخذنا قطعة صغيرة من المشهد، نرجع على المشهد. الآن نجي إلى مشهد الدكتور، راح نجيبه مشهد الدكتور راح نجيبه، ومن نجيب مشهد الدكتور راح نحاول أن ننقطعه أيضا.
بالمكان اللي احنا نريده، نقطعها بالمكان اللي احنا نريده. طبعا هسه تلاحظ في اليوم التالي ذهبت لتأخذ الكيماوي، فقال لها الطبيب: مبروك، سنتوقف عن الكيماوي لأن حالتك تحسنت وأنت غلطت حينما حلقت شعر رأسك. غمرتهم السعادة جميعا، فقام زوجها. هذا مشهد الدكتور، يعني كملنا مشهد الدكتور. احنا هسه الآن نرجع للمشهد الرئيسي، يعني إذا كملنا مشهد الدكتور نرجع إلى المشهد الرئيسي ونختار المشهد الأخير اللي هو مشهد الصدقة. وراح عادة جميعا، راح ناخذ مشهد الصدقة طبعا. بمبلغ كبير على الفقراء، هذا هو مشهد الشفاء الدكتور بفضل الله عز وجل. نرجع، فلا تبخلوا بالصدقة. هسه نجيب المشهد الآخر بعد ما خلصنا مشهد الدكتور، نجيب المشهد الآخر هو المشهد الأخير. إذا تلاحظ هذا المشهد الأخير راح نطبقه عليه نفس الطريقة. نخلي الفيديو نقطع ونقطعه. هذا هو المشهد. بعد ما ينتهي مشهد الشارع، احنا نسوي التايتل الاخير، يعني المشهد الاخير، المشهد الرئيسي اللي هو هذا. لاحظ احنا ناطين زيادة. هذه الاصوات التحت هي اصوات الاهات اللي احنا اشتغلناها. هسه راح نجيب التايتل مرة ثانية، يعني لما ينتهي الحكاية مالته راح يجي التايتل الرئيسي راح نجيبه. الأصوات المؤثرات احنا أمينا جاي ننظمها، هذا نسخناهن، هي نفس الصوت، ما عدنا يعني حتى الشارع ما قدرنا نخلي مثلا أصوات سيارات، لأن صوت الراوية موجود، فما ممكن أن نخلي أصوات سيارات أو هاي الأمور. طبعا بعد ما ننتهي راح نعيد التايتل، احنا نفس الطريقة اللي راويناكم اياها، يعني اللي اشتغلناها هي عبارة عن تايتل ويجي الفيديو الرئيسي وبعدين الفيديوهات الفرعية الثلاثة اللي نزلناهن، وبعدين يرجع الشخصية الرئيسية، ومن ثم التايتل، ومن ثم الختام، ختام العمل مالنا، ثم ختام العمل معنا اللي هو هسه. هذا هو التايتل، ثبتنا. الآن انتهينا احنا من التايتل، الآن نريد نصدره، نقول له يعني إذا نريد نصدر الفيديو نجي اكسبورت من فايل اكسبورت، وبعدين ميديا، ومن الميديا نسوي الإعدادات. لاحظ هاي الصورة موجودة، هذه طالعة هسه نجي من الإعدادات، من هذه الإعدادات نختار هذا الـ H264، ونختار الـ HD، نختاره HD، نختار نبحث هنا. لاحظ قائمة طويلة، يعني هي موجودة HD، هذه هي HD 1080. كملنا هنا، نكتب التايتل شو نسميه، شو راح نسميه، راح نسميه الاسم اللي احنا نريد ننشره. احنا الان سميناه بالاسم اللي نريده. ومن نكمل راح نقول له رندر، راح يرندر هو هذا كل ما بالأمر. ننتظر الرندرة مالته يكمل حتى ينشر الفيديو. هذا هو هذا 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 هو طريقة عمل فيديو قصير بالأنمي ستوديو. نتمنى أن
استفاديتوا من هذه الدورة، وعنده سؤال خلي يسألنا عنها. ولا تنسون يعني أن تدخلون على موقعنا الإلكتروني اللي هو هذا، احنا نعيده في كل درس حتى تشوفونه. اللي عنده أي سؤال خلي يسأل، وإحنا نشكركم. يعني خلال فترة 6 أو 7 أيام احنا استمرينا بهذه الدورة، وإن شاء الله ما قصرنا. يعني هو جزء بسيط من خدمة بسيطة لأبنائنا الشباب في الوطن العربي يعني، ونتمنى أن يستفادوا منها هذه الدورة. طبعا الفيديو النهائي راح ينشر بعد هذا الفيديو، يعني احنا كملنا الفيديو، الفيديو النهائي راح ننشره كلها. نتمنى لكم كل التوفيق، وانتظرونا بدورات أخرى. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل قناة كارتون شو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.